السلام عليكم، حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، والذي نرصد من خلالها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في صحيفة الشرق الأوسط، جماعات منفلتة تتحكم بمفاصل نينوى نيابة عن فصائل الحشد. في الزمان، النجف وكربلاء وغرب بغداد تتصدر إصابات العراق وسط إغلاق تام لمدة 3 أيام. العربي الجديد، تقول العراق يفرض تأشيرة الدخول على كل فلسطيني يبقى في الخارج 3 أشهر. في القدس العربي، رئيس الحكومة الليبية المكلف يغادر طبرق دون لقاء حفتر. أما إنديبندنت عربية فتقول لبنان يسمي قاضيا جديدا ليقود التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. العرب اللندنية، بايدن على القوى الكبرى مواجهة أنشطة إيران التخريبية. وأخيرا في موقع الحرة، رايتس ووتش تدين مداهمة السلطات الروسية منازل مسلمين في شبه جزيرة القرم. تصنع مصطفى الكاظمي هجورا منتشيا وموقفا متكلفا وهو يتحدث عن القبض على 2 من أفراد عصابة الموت التي تورطت في جرائم شتى في البصرة، وأخذ يتعامل في محاولاته التصعيد تجاه المجاميع المماثلة لها متوعدا بالمزيد الذي لا يملك أدواته وبالإجراءات التي لا يقوى عليها. جهاد بشير يقول في صحيفة البصائر إن الرد من إيران على الكاظمي جاء سريعا، إذا كنت تريد اللعب في ساحة البصرة فإننا نسجل الهدف في أربيل. جدية إيران في الضغط على بغداد ظهرت بعد ساعات قليلة من إعلان الكاظمي التباهي بالقبض على عصابة الموت، إذ على الرغم من أن المقبوض عليهم 2 فقط وقد يخلى سبيلهما كما هو متوقع، إلا أن لهجة الخطاب الذي رافق الإعلان عن إيقافهما بعزم السلطات ملاحقة هذه المجاميع والكشف عن قتلة الناشطين لم ترق لطهران، وكأنها رأت في تصريح الكاظمي تجاوزا للحدود وعلوا غير مسموح به، حتى وإن كان نظريا وعاريا عن تطبيق عملي وميداني مؤثر. تحركت ميليشيات إيران سريعا فضربت مطار أربيل شمالا بقصف صاروخي مس أهدافا عسكرية للتحالف الدولي والولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه طال أحياء سكنية وأدى إلى تضرر المدنيين. ليس هذا هو المهم في نظر طهران وأدواتها، بل الرسالة الأبرز في دلالتها من هذا الهجوم ذات اتجاهين: الأول صرف الأنظار عن عصابة الموت وتداعيات كشف جرائمها التي امتدت على مدى أكثر من 15 عاما، والآخر وهو الأهم إحراج الكاظمي نفسه وضغطه بمزيد من التبعات، لأنه من فك يتعهد بالعمل على إيقاف الهجمات على جيش وقواعد الولايات المتحدة وتحالفها، مما يعني بالمحصلة علو كعب ميليشياو آخر على الحكومة وأجهزتها ونظامها السياسي والأمني. الكاتب يرى أن هناك ثمة إشارة ذات عبرة لا بد من توجيهها في هذا المقام، إذ أظهرت هجمات الميليشيات على أربيل بأن فكرة الأقاليم في العراق ومشروع الفيدرالية الذي تروج له جهات سياسية ونفعية تحت مسوغ النجاة من بطش الميليشيات والاستقلال الأمني والسياسي قياسا على ما تعيشه مناطق كردستان العراق ليست سوى وهم وخداع وأمنيات لا تقوم على حقيقة ولا تستند إلى واقع. لا يفوت السياسيون في العراق بما فيهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فرصة للحديث عن السيادة الوطنية إلا وركزوا من خلالها على أهمية ألا يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الخصوم، كما لو أن العراق دولة تمتلك حقا سيادة وطنية. فاروق يوسف يقول في موقع ميدل إيست أونلاين إن العراق ساحة حرب حقيقية، وإن العراقيين هم وقود تلك الحرب،
أما الهدف من تلك الحرب فهو لا يمت بصلة إلى حاضر العراقي ولا إلى مستقبله. العراق الواقعي أي العراق الإيراني وهو عراق كل يوم الذي يعيش تفاصيله العراقيون في كل منعطف من منعطفات حياتهم، فإنه هو ذلك العراق الذي تحكمه ورقياً خرافة الرئاسات الثلاث. أما على الأرض فإن الميليشيات الإيرانية هي التي تحكم ذلك العراق وتتحكم بمصيره من جهة كونه الحديقة الخلفية لإيران، ولكن هل الرئاسات الثلاث تجهل ذلك بحيث أن ممثليها وهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان يتحدثون دائما عن ضرورة أن ينأى العراق بنفسه عن الصراع الأمريكي الإيراني؟ ذلك جزء من الملهاة العراقية التي تكمل المأساة التي صنعها الأمريكيون وأتمها الإيرانيون. السياسة في العراق هي نوع من الملهاة في إطار واقع مأساوي يشكله العنف والترهيب وسيطرة مافيات الفساد على مفاصل الدولة وتكميم الأفواه واللجوء إلى القتل في مواجهة المحتجين السلميين. الرؤساء الثلاثة إنما يتحدثون عن عراق لا وجود له، تلك هي العقدة التي تتحكم بالنظام السياسي العراقي، فهو نظام معلق في الهواء لا صلة له بأي واقع. فالعراق الحقيقي هو أسير الصراع الأمريكي الإيراني، وهو صراع لا نهاية له، ذلك لأنه يعتمد على تقاسم لا نهاية له بين إيران والولايات المتحدة في المصالح. الكاتب يضيف أن العراق في حقيقة ما هو عليه إنما هو ساحة للصدام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأن سياسيي العراق يكذبون إلى النفس الأخير، فهم يخترعون عراقا وهميا ولا يشعرون برداءة مشهدهم، وهم يتحدثون عن سيادته وعن أهمية الحفاظ على حياده. دشن ثوار العراق قبل أيام صفحة جديدة من المواجهة بينهم وبين أركان العملية السياسية وأحزابها في المنطقة الخضراء تحت ضغط الإجراءات الحكومية التي تمنع التظاهر والتجمع بسبب جائحة كورونا. ولاء السامرائي تقول في صحيفة العربي الجديد إن الشباب أو شباب ثورة تشرين أنشأوا صفحة على فيسبوك سميت جيش الأضحكني لتكون سلاحا ساخرا وفكاهيا يحاربون به الأحزاب والشخصيات السياسية وكذلك من يسمونهم الذيول والمتملقين والمنتفعين من السلطة السياسية. في غضون 3 أيام تلقف الشباب العراقي الصفحة وبدأ العمل التطوعي من مختلف المدن لتتشكل أكثر من 20 مجموعة وصفحات فردية كثيرة في مدن العراق المختلفة، ويصل تطوع الشباب للعمل صباحا أو مساء إلى مئات يتحشدون للبدء في الهجوم على الأهداف المحددة والمقترحة. كانت الصفحة مفاجأة جميلة وممتعة للشباب، حفزتهم للمشاركة الواسعة في كل العراق وبالذات في المدن المشتعلة منذ أكتوبر تشرين الأول 2019، ولاقت تضامنا واسعا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. جيش الأضحكني مفاجأة سارة يقدمها ثوار تشرين لكل الشعب العراقي، بها يفتحون جبهة سلمية جديدة ضد العملية السياسية وأحزابها وميليشياتها ليرسخوا نضالا سلميا بدأ في أكتوبر تشرين الأول 2019 ولن ينتهي. هذه الصفحة الفكاهية الساخرة مبادرة ذكية ومؤثرة من ثوار تشرين، لأنها وليدة روح واحدة ومشاعر وتضامن لأخوة وصداقات عمدت بالدم، والتضحيات كلها اجتمعت في هدف واحد هو تحرير العراق واسترجاعه من مخالب القتلة والمجرمين واللصوص بكل أشكالهم. هذه الآلاف المؤلفة من الشباب لم تلقي أسلحتها بعد ولم تفل عزيمتها، بل تمر جمرة ثورتها تحت حالة الطوارئ وتعليمات الصحة، وإلا لنزلت كما في بداية الثورة هادرة تهتف بإسقاط العملية السياسية واسترجاع العراق. وبحسب الكاتبة فإن دعم صفحة جيش الأضحكني دفع ثورة تشرين إلى الأمام وعزز من مواقف أبناء العراق في نضالهم السلمي للتخلص من عملية الاحتلال السياسية وتشكيل عملية سياسية وطنية تعيد للعراق سيادته وللشعب العراقي أرضه وبلده.
يعرف الرئيس نبيه بري جيدا أن لبنان تجاوز المجهول وصار في قعر الدول المنهارة، ويمكن في ظل أزمته الاقتصادية المعيشية ومع ملامح الإفلاس الكامل التي تعصف بالمواطنين أن يغرق في الفوضى الاجتماعية وفي اضطرابات أمنية بدأت ملامحها تتصاعد منذ زمن. راجح الخوري يرى في صحيفة الشرق الأوسط أنه من المستغرب فعلا أن يدعو بري الرئيس الفرنسي ماكرون إلى أن يتدخل استثنائيا وفورا اليوم وليس غدا، وإلا فإن لبنان يتجه إلى المجهول. لا داعي للتذكير بمبادرة ماكرون الذي هبط في بيروت في 6 أغسطس آب الماضي بعد يومين من انفجار المرفأ، واتجه فورا وتفقده وجال في الأحياء المدمرة من بيروت في وقت لم يكن أي مسؤول سياسي يجرؤ على النزول ومواجهة سخط الناس في الشوارع. واقترح ماكرون المسارعة إلى تشكيل حكومة مهمة من الاختصاصيين غير الحزبيين تحاول انتشال لبنان من الانهيار، وقد وافقت كل القوى السياسية آنذاك على هذا ثم نكلت بوعدها، لأنها عرفت أن أي حكومة إصلاحية ستسحب البساطة من تحت أقدامها وستوقف نهبها المبرمج للدولة، وربما ستفتح لاحقا الأبواب أمام محاسبتها. فعلى أي أساس يدعو بري ماكرون للعودة إلى لبنان في وقت يكرر محمد جواد ظريف انتقاد الدور الفرنسي حيال لبنان؟ في الذكرى 15 لتوقيع تفاهم مار مخيل بين عون وحسن نصر الله، صدر بيان عن التيار الوطني الحر قال فيه إن هذا التفاهم لم ينجح في بناء الدولة وسيادة القانون. المصيبة ليست هنا، بل في أن الذين يتحدثون عن الفشل في بناء الدولة هم الذين هدموها مع حلفائهم، والأدهى أنهم احتاجوا الآن إلى 15 عاماً لاكتشافه. الكاتب يشير إلى أن الرئيس عون قال قبل أسابيع إذا لم تشكل الحكومة الجديدة فإن لبنان سيذهب إلى جهنم. وعليه كيف لبري أن يراهن من جديد على وساطة فرنسية لإحياء الدولة اللبنانية المقتولة التي تزحف نحو بوابة جهنم؟ منذ قدوم الرئيس الأمريكي جو بايدن تتبادل إيران والولايات المتحدة الأمريكية سلسلة من التصريحات لحث كل منهما الآخر على العودة للاتفاق النووي، لكن هناك عقبة وهي الموقف الإيراني الرافض تماما لمناقشة وضع الصواريخ الباليستية لتضمينها في إطار أوسع. هدى رؤوف تتساءل في صحيفة إنديبندنت عربية عن أهمية الصواريخ الباليستية بالنسبة لإيران التي تعتبرها خطا أحمر. تحرص إيران على تزويد حلفائها ووكلائها بصواريخ باليستية وصواريخ كروز قصيرة المدى، ويرجع ذلك إلى أن هذه الأسلحة تمكن إيران من خلال حلفائها من إظهار قوتها في المنطقة ومن أجل الضغط عليهم وعلى الولايات المتحدة للتفاوض، مثل ما حدث في الهجوم على البنية التحتية السعودية. كما أطلقت إيران صواريخ باليستية على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق ردا على الضربة الأمريكية التي قتلت قاسم سليماني. وقدرت التقارير الأمريكية أن إيران تمتلك برنامجا نشطا لتطوير الصواريخ، وأن لديها أكبر قوة صاروخية باليستية في الشرق الأوسط بمخزون من مئات الصواريخ التي تهدد جيرانها في المنطقة، وصواريخ يمكنها ضرب أهداف تصل إلى 2000 كيلومتر من حدود إيران. إن أهم عيوب خطة العمل الشاملة المشتركة أنها لا تتضمن القيود على الصواريخ الباليستية على وجه التحديد، بل أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 يدعو إيران إلى عدم تطوير أو اختبار صواريخ باليستية مصممة لتكون قادرة على إيصال سلاح نووي لمدة تصل إلى 8 سنوات. ومع ذلك فنجد أنه بعد إتمام الاتفاق النووي قامت طهران بإجراء تجارب صاروخية عدة مرات في ظل إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وحتى قبل انسحاب ترامب من الاتفاق. الكاتبة تضيف أنه في ظل اعتبار إيران الصواريخ الباليستية ضرورية للدفاع عنها، كيف سيتمكن جو بايدن من العمل على تضمين الصواريخ الباليستية ضمن اتفاق جديد يضمن عدم نقل إيران بنية هذه الصواريخ للدول الأخرى وتهديد مدن ومصالح دول الجوار؟ هذه المسألة ستوضح مدى قدرة الإدارة الأمريكية على توظيف ما لديها من أوراق ضغط في مواجهة إيران. قال
قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن النظام الإيراني يقوم حاليا بالتلاعب بالصور في محاولة لإيصال صوته الذي لم يعد مسموعا. وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها أنه بسبب العقوبات الأمريكية اختارت طهران القيام برحلة جوية خطرة، الغرض منها هو الضغط على إدارة بايدن قبل أي عودة إلى الاتفاق النووي، غير أن إيران تخاطر بتجاوز نقطة القطيع من خلال التهديد بانتهاك البند الأخير المتبقي من خطة العمل الشاملة المشتركة. الصحيفة تشير إلى أن طهران أعلنت عزمها تقييد وصول المفتشين الدوليين إلى بعض منشآتها في غضون أيام إذا لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات الصارمة التي تخنق اقتصادها. وتوضح الصحيفة أنه منذ أن مزق ترامب الصفقة النووية في 2018 حرر نظام الملالي نفسه بالفعل من معظم القيود التي وافق على وضعها على برنامجه النووي. ففي بداية شهر كانون الثاني بدأت إيران تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء قدرها 20%، وهو ما اختصر بشكل كبير الوقت الذي يمكن أن تصنع فيه قنبلة نووية. وفي شباط الجاري بدأت طهران في إنتاج معدن اليورانيوم، وهو عنصر رئيسي في الحصول على أسلحة ذرية، وركبت أجهزة طرد مركزي أكثر تقدما في موقعها تحت الأرض في منشأة نوتونز. وتابعت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهد بالعودة إلى الاتفاق النووي بشرط أن تستسلم طهران أولا لالتزاماتها، لكن مع اقتراب موعد الانتخابات الإيرانية المقرر إجراؤها في حزيران المقبل أصبحت مساحة مناورة المعتدلين بقيادة الرئيس روحاني محدودة بشكل متزايد، وعليه سيبذل الصقور قصارى جهدهم لتجنب أي تقدم يسمح بتخفيض العقوبات الأمريكية، الأمر الذي من شأنه أن يترجم إلى تحسن في الوضع الاقتصادي المنسوب إلى روحاني. الصحيفة تختتم افتتاحيتها بالقول إن العودة إلى الدبلوماسية لوقف هذه الدوامة المجنونة تبدو أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، كما هو الحال مع المشروع الذي تغذيه واشنطن وحلفائها لاحتواء نفوذ إيران الإقليمي وبرنامجها البالستي. اشتكى كثير من الكوادر التعليمية وأولياء الأمور من ضعف استيعاب الطلاب وانخفاض مستواهم خلال تلقيهم التعليم عن بعد. وللتخلص من هذه المشكلة طورت شركة Find Solution ومقرها هونغ كونغ منصة تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تراقب مشاعر الطلاب أثناء دراستهم في المنزل. وأثناء الدراسة يقيس الذكاء الاصطناعي نقاط العضلات على وجوه الطلاب عبر الكاميرا الموجودة على الحاسب أو الجهاز اللوحي، ويحدد مشاعر السعادة والحزن والغضب والمفاجأة والخوف. وتراقب المنصة المدة التي يستغرقها الطلاب للإجابة عن الأسئلة، وتسجل علاماتهم وأسلوب أدائهم، وتعطي تقارير عن نقاط القوة والضعف ومستويات التحفيز، وتتوقع درجاتهم. ويرى أو يمكن للمنصة التكيف مع كل طالب واستهداف الفجوات المعرفية وتقديم اختبارات على هيئة لعبة مصممة لجعل التعلم ممتعاً. إلى فقرة الكاريكاتير.
بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.